اليوم تفتتح حياة الهلال الأحمر الإماراتي المخيم الطبي الجراحي الأول لعملية استئصال اللوزتين في مستشفى عتق محافظة شبوة. ويأتي هذا المخيم تلبية لطلب السلطة المحلية ودار في المستشفى تزامنا مع فترة الشتاء. باسم السلطة المحلية محافظة شبوة نشكر الأخوة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، كما نشكر الأخوة في إدارة مستشفى عتق وإدارة الصحة بالمحافظة على هذا المخيم الطبي الجراحي الإنساني الذي يقدم خدمات جليلة جدا لكثير من المرضى. أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخوة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وللزملاء في مستشفى عتق على تبني هذا المشروع الإنساني الحيوي الذي يخدم شريحة ذات حاجة ويمس الحاجة لمثل هذه الخدمات.